الحدوتة في النفس السوء اللي تخلي القلب ميت، والقلب الميت ممكن يعمل أي حاجة. الناس دي سلمت نفسها للشيطان، عقل يعني. محدش فينا هيسيبها واخد أي حاجة ما ومحسومه مدايم الا وجه الله. هتعقلها وهتفهمها، هتعرف اني جاي رزقك، هتستعجل هتتقفل ويتحرم عليك حقك. وفي الاخر ومن الاخر في ايوان هي مكتوبه، ما تتغرش ولا تطنش ولا سبوبة. ما هي السايبة ولا الهية عشان تحسبها تتكية، مش اخطف وجري والدالة دارم وحده بالنية. ما تطمعش فيها لنفسك، ده لو صلت عليك نفسك هتطلع منها كده خسرة وبرضو ملاش فيها دية. ده بقى اخوانا وانتو بتتفلوا المرحوم اقروا على الفتح. كنت ناسي بسم الله. بس خلي بالك في لحظة كده بيموت الكلام. بقولك ايه يا احمد، انت بتحب الست البيضة ولا السمرة؟ يا معلم انا احب الست التخينة ايا كان لونها. بنحسبها كده لروحنا ومن وجهة نظرنا احنا، وعايزين كله لصالحنا وغيرنا مش مهم يعيش. خلاص الكل متلخبط وكله في بعضه بيخبط، في اغلى مالينا بنفرط وناخد بس ما بنديش. في ناس